السلام عليكم، معكم ريم عتوق من الأكاديمية العربية الدولية. رح كون معكم اليوم بكورس ريادة الأعمال. رح نتعرف على عالم ريادة الأعمال ومن هم أشخاص رواد الأعمال، كيف هؤلاء رواد الأعمال بينجحوا، شو هي ميزات هؤلاء الأشخاص، وطبعا رح نتعرف على إيجابيات وسلبيات ريادة الأعمال. فإذا أولا لنبدأ بعالم ريادة الأعمال. في جميع أنحاء العالم تحقق أعداد متزايدة من الناس أحلامهم في امتلاك وإدارة أعمالهم الخاصة، ولا تزال ريادة الأعمال تزدهر في كل ركن من أركان العالم تقريبا. على الصعيد العالمي يشارك واحد من كل 8 بالغين بنشاط في إطلاق شركة. فإذا ريادة الأعمال هي أصبحت أمر أو حلم لعدد كبير من الأشخاص حول العالم، أنه يمتلكوا أعمالهم وتجاراتهم الخاصة ويكونوا هن رائدين الأعمال ويكونوا هن مدراء نفسهم. وأنشطة ريادة الأعمال ضرورية لقوة الاقتصاد العالمي. فإذا مش بس ريادة الأعمال كانت حلم لهؤلاء الأشخاص، ولكن أيضا هي جدا ضرورية لقوة الاقتصاد العالمي، لأنه بالنهاية بريادة الأعمال هؤلاء الأشخاص عم يفتحوا تجارات وعم يفتحوا أعمال، طبعا عم تكون عم بتساهم لاقتصاد بلادهم وبالتالي اقتصاد العالم. يواصل العديد من أكبر الشركات في العالم الانخراط في حملات تقليص ضخمة. يعني في عنا كثير شركات كبيرة في العالم عم تدلى أنه تخفف من أعداد موظفينا وبالتالي التقليص، عملية تقليص الموظفين داخل هذه الشركات، وبالتالي هؤلاء الأشخاص يلي عم ينصرفوا من هذه الشركات بدهم يدوروا على أعمال يقدروا أنهم يطلعوا فيها مدخولهم يلي هن هلأ خسروه من خلال عملية التقليص. فعمليات التقليص هذه تقلل بشكل كبير من عدد الموظفين في جداول رواتب هذه الشركة، وقد أدى ذلك إلى ظهور عدد جديد من رواد الأعمال من الشركات الكبيرة ذات الخبرة الإدارية القوية والعديد من السنوات الإنتاجية المتبقية قبل التقاعد. فإذا هؤلاء الأشخاص بهذه الشركات اكتسبوا خبرة جدا كبيرة بعالم الإدارة، إدارة الأعمال، وصار في عندهم خبرة إدارية قوية، وبالتالي كمان لأنه هذه الشركات صرفتهم ولكن هن بعضهم ما وصلوا لعمر التقاعد، فهن عندهم بعد عمر شباب وعمر قادرين انهم يكونوا عم ينتجوا فيه، وبالتالي بفتشوا على عالم ريادة الأعمال لحتى يقدروا يفتحوا هن من خلالهم أعمالهم ويقدروا يكفوا بنشاطهم وبإنتاجيتهم. أظهرت الدراسات أن رواد الأعمال من المرجح أن يطلقوا شركاتهم بين سن 35 و44. فإذا الدراسات اللي انعملت فرجتنا أنه أكثر الأشخاص اللي هن رائدين الأعمال اللي عم يفتحوا الشركات الجديدة يلي لإلهم عم بيكونوا بين أعمار 35 و44. فإن صحة الاقتصاد العالمي ومستوى نشاط ريادة الأعمال مترابطان. فإذا قلنا نحن أنه أنشطة ريادة الأعمال هي ضرورية لقوة الاقتصاد العالمي، فإذا أصبحت ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي، وبالتالي صارت صحة الاقتصاد العالمي ترتبط بنشاط ريادة الأعمال، لأن مثل ما قلنا ريادة الأعمال في عنا أشخاص رواد أعمال عم بيكونوا هن عم يطلقوا أعمال تجارية جديدة وأفكار جديدة، وبالتالي هذه الأعمال التجارية طبعا عم تكون عم بتساهم باقتصاد بلادهم وبالتالي بالاقتصاد العالمي. لهيك صارت صحة الاقتصاد وريادة الأعمال شيئان مترابطان. من هو رائد الأعمال؟ فإذا من هو شخص رائد الأعمال؟ رائد الأعمال هو الشخص الذي ينشئ مشروعا تجاريا جديدا في مواجهة المخاطر وعدم اليقين لغرض تحقيق الربح والنمو من خلال تحديد الفرص الكبيرة وتقييم الموارد اللازمة للاستفادة منها. فإذا رائد الأعمال هو شخص طموح، شخص عنده فكرة مميزة، فكرة جديدة بيطرحها على عالم الأعمال، فكرة تجارية جديدة، وطبعا بالتالي هو بده يكون عم ببيع يا إما منتج يا إما بده يكون عم ببيع خدمة، وبالتالي بده يكون عم بيحقق الأرباح. وطبعا شخص رائد الأعمال بيكون عم يفتح أو عم يطلق هذا المشروع التجاري في مواجهة المخاطر وعدم اليقين، مثل ما حكينا بكورسز قبل انه دائما لما بيكون في عنا عمليات اطلاق اعمال جديده او حتى منتج جديد لشركات بعد اوريدي موجوده بالسوق، بتكون في عنا
دراسي للمخاطر يلي بدنا نكون نحن عم نواجهها، يلي مثل مخاطر المنافسة إلى آخره، وأيضا عدم اليقين. يعني نحن كمان بدنا نكون عم نجرب نبني توقعات مستقبلية لنجاح هذا المنتج أو هذه الخدمة، يعني هذا العمل ككل. إذا عملية التدمير الإبداعي، حيث يبتكر رجال الأعمال أفكارا جديدة وأعمالا جديدة تجعل الأفكار الحالية قديمة، وهي علامة على الاقتصاد النابض بالحياة. عملية التدمير الإبداعي هي عملية منشوفها نحن بتطور التكنولوجيا اللي عم بيصير هلأ، إنه بيصير في عنا أفكار جديدة بتلغي أفكار موجودة حاليا، مثل لما صار في عنا الدي في دي والسي دي، صار السي دي لغى وجود الدي في دي، ورجعت اليو اس بي كمان لغت وجود السي دي. فهيدي عملية تدمير إبداعي، يعني نحن عملية صار في عنا ابتكار وصار في عنا عمل إبداعي لفكرة جديدة انبنت على فكرة اوريدي موجودة، ولكن جعلت هذه الفكرة الموجودة تصبح فكرة قديمة، ومع الوقت رح تصير فكرة مش موجودة. وتترجم المستويات العالية من أنشطة ريادة الأعمال إلى مستويات عالية من تكوين الأعمال التجارية وتدمير الأعمال التجارية، وتجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات الهيكلية في المشهد التنافسي. فإذا من أنشطة ريادة الأعمال في عنا تكوين الأعمال التجارية وتدمير الأعمال التجارية. رواد الأعمال هم عوامل تغيير مهمة في الاقتصاد العالمي، حيث يقتطعون الصناعات الرصينة بنماذج أعمال جديدة تكتشف فرص السوق وتقدم المنتجات والخدمات التي يريدها العملاء. فإذا حكينا عن تكوين الأعمال التجارية وتدمير الأعمال التجارية، بحالة تكوين الأعمال التجارية نحن هون بنكون عم نلبي رغبات السوق، ومثل ما قلنا عم نلبي العملاء، عم نقدم المنتجات والخدمات يلي العملاء هن بيكونوا بحاجة لها وعم يطلبوها. وطبعا كمان بمحل ما بنكون العملاء بيكونوا هن مش واعيين لحاجة هذا المنتج أو هذه الخدمة، ولكن رائد الأعمال بفكرته المميزة وابتكاره بيجعل الخدمة والمنتج اللي هو بيطلقه جديد على السوق بيكون جدا مميز، وبيجعله حاجة لهؤلاء العملاء، حاجة هن ما كانوا عم بيفكروا فيها قبل. أما فكرة تدمير الأعمال التجارية فهي ترتبط بعملية التدمير الإبداعي، مثل ما قلنا يعني رجل الأعمال بيطلع بفكرة مميزة ومبتكرة جديدة، ولكن هذه الفكرة ممكن أن تلغي فكرة موجودة بالسوق وتجعلها فكرة قديمة، مثل ما حكينا عن قصة السي دي والدي في دي. الملف الشخصي لريادة الأعمال. فإذا هلأ بدنا نحكي شوي عن إذا بدنا نحكي الصفات اللي بتكون موجودة بريادة الأعمال. الرغبة في المسؤولية، رائد الأعمال بده يكون في عنده رغبة شديدة بالمسؤولية، تفضيل المخاطر المعتدلة مش المخاطر الجدا كبيرة، الاعتماد على الذات، الثقة في قدرتهم على النجاح، العزم أو العزيمة، الرغبة في الحصول على تعليقات فورية، مستوى عال من الطاقة، التوجه المستقبلي، مهارة في التنظيم، وقيمة الإنجاز على المال. هذا هو بيكون الملف الشخصي لريادة الأعمال، واللي راح نحكي هلأ عن كل وحدة فيه. أولاً الرغبة في المسؤولية. يشعر رواد الأعمال بإحساس عميق بالمسؤولية الشخصية نتيجة المشاريع التي يبدأون، وهي يفضلون التحكم في الموارد واستخدام تلك الموارد لتحقيق أهداف تقرير المصير. فإذا أشخاص يلي هن رواد الأعمال بدهم يكون في عندهم رغبة في تحمل هذه المسؤولية. بالنهاية رائد الأعمال هو شخص عم يحمل على عاتقه إنه يبلش عمل تجاري جديد بالسوق ويطلق منتج أو خدمة جديدة بالسوق بيكونوا العملاء بحاجته، ولكن بده يكون في عنده رغبة بالمسؤولية، لأنه رائد الأعمال رح يكون هو المسؤول عن هذا العمل بأكمله، من إنه يجيب بالأول المواد الخام والموارد اللازمة اللي هو بده يستعملها بإنتاج هذا المنتج أو الخدمة، وبده يكون في عنده طبعا الاستفادة المثلى من هذه الموارد لحتى يقدر يحقق المنتج أو الخدمة يلي هو بنيها براسه يلي هو
بده انه يكون عم يطلقها بالسوق ويقدمها للعملاء، وبالتالي بده يكون في عنده بده يتحمل مسؤولية هيدي البزنس بأكمله من الألف إلى الياء. ثانيا، في عنا تفضيل المخاطر المعتدلة. رواد الأعمال ليسوا مخاطرين جامحين، ولكنهم بدلا من ذلك خاضعين للمخاطر المحسوبة. فإذا لما نحن بنحكي عن رواد الأعمال، أشخاص عم تطلق أفكار جديدة، أعمال تجارية جديدة بالسوق، أكثر الناس بتصير بتفكر إنه هؤلاء رواد الأعمال هم أشخاص مخاطرين جامحين وعم بيفوتوا على مخاطر جدا عالية، ولكن على العكس تماما. رواد الأعمال قبل كل خطوة بيعملوها بيكونوا عم يدرسوا المخاطر المحسوبة لهيدي الخطوة اللي هن بدهم يخطوها. يعني بكل الأحوال رائد الأعمال شخص عم بيحط استثمار جدا كبير من وقت، من مال، من طاقة، من خبرة عنده إياها بهذا العمل، لحتى هو بالنهاية هذا العمل بده يطلع له أرباح. فإذا هذا رائد الأعمال ما رح يقوم بهذه الخطوة إنه يبلش بهذا العمل ويطلق المنتج أو الخدمة إلا ما يكون دارس المخاطر بشكل جيد ويعرف على شو هو هلأ بده يكون متجه. الاعتقاد الشائع بأن رواد الأعمال يفضلون المخاطر الكبيرة هو أسطورة. قد تبدو أهدافهم عالية حتى مستحيلة في نظر الآخرين، ولكن منظمي المشاريع أو رواد الأعمال يرون الوضع في منظور مختلف ويعتقدون أن أهدافهم واقعية ويمكن تحقيقها. فإذا كل شخص بيطلع على الأشياء من منظار مختلف ومن جهة مختلفة. رواد الأعمال بيحسبوا خطواتهم، بيحسبوا المخاطر يلي هن ممكن أنهم يواجهوها بأعمالهم، وبالتالي بيكونوا فايتين على مشروع وعلى عمل هن قادرين انهم يكونوا عم يعملوا فيه، لانه بالنهايه حسبوا هذه المخاطر، وبالتالي عم بيشوفوا الامور من منظار اخر. ان منظمي المشاريع او رواد الاعمال الناجحين ليسوا بمخاطرين جامحين بقدر ما هم من القائمين بالقضاء على المخاطر، مما يزيل بشكل منهجي أكبر عدد ممكن من العقبات أمام إطلاق مشاريعهم بنجاح. فإذا إضافة إلى أنه هن بيكونوا عم يحسبوا المخاطر يلي ممكن تواجههم، كمان أشخاص بيقدروا بيجربوا أنهم يزيحوا هذه المخاطر من طريقهم ويقضوا على هذه المخاطر لحتى يقدروا يبلشوا بإطلاق مشاريعهم بنجاح. فيما يتعلق بأنجح الطرق للقضاء على المخاطر، فإن بناء خطة عمل قابلة للتطبيق لمشروع ما هي الأهم. مثل ما دائما بنحكي بإدارة الأعمال إنه أهم شيء بإدارة الأعمال هو وجود استراتيجية ووجود خطة. الاستراتيجية والخطة هي اللي بتساعد رواد الأعمال، بتساعد الشركات، جميع الأشخاص إنهم يكونوا عارفين الطريق والمسار اللي هن بدهم يكونوا عم يمشوا عليه، وبالتالي يقدروا ينجحوا بخطواتهم وينجحوا بمنتجاتهم وخدماتهم ويجربوا قد ما فيهم إنهم يبتعدوا عن المخاطر. فإذا بناء خطة عمل قابلة للتطبيق، أهم شيء إنه تكون هذه الخطة مش خطة من الخيال، خطة جدا مثالية، ولكن بدها تكون خطة عمل قابلة للتطبيق، قادرين نطبقها على أرض الواقع لحتى نقدر نضمن نجاح هذا المشروع. فإذا عنا هلا الاعتماد على الذات. يجب على رواد الأعمال شغل أدوار متعددة لإنجاح شركاتهم، خاصة في الأيام الأولى للشركة الناشئة. فيظهر رواد الأعمال مستوى عال من الاعتماد على الذات ولا يخجلون من المسؤولية لإنجاح أعمالهم. مثل ما هن بدهم يكون في عندهم رغبة بالمسؤولية جدا عالية، بدهم يتحملوا مسؤولية عالية، أيضا بدهم يكونوا أشخاص بيقدروا يعتمدوا على ذاتهم. رواد الأعمال بأول خطوات أو بأول أيام شركاتهم بدهم يكونوا عم يشتغلوا أكثر من عمل واحد، مش بس بدهم يكونوا هن مدراء المشروع فقط جالسين بمكتبهم وناطرين النتائج، لا، على عكس من ذلك تماما، بدهم يكونوا هن أكثر الأشخاص اللي عم تشتغل بأكثر من محل، بدهم يكونوا عم يشتغلوا أدوار متعددة لحتى يضمنوا نجاح أعمالهم، بدهم يكونوا هن المحاسب، وبدهم يكونوا هن المدير، وبدهم يكونوا هن المراقب، بدهم يشتغلوا أدوار متعددة لحتى يضمنوا إنه أعمالهم عم تمشي بالمسار الصح اللي هن بدهم إياه، وعم يقدروا يوصلوا لطريق النجاح اللي هن كانوا راسمينه.
أيضا الثقة في قدرتهم على النجاح. الثقة في القدرة على النجاح هي جدا مهمة، لأنه لما الشخص بيكون عنده ثقة بهذا المشروع وعنده ثقة أنه رح ينجح، رح يقدر يجذب النجاح تجاهه. عادة ما يكون لدى أصحاب المشاريع ثقة كبيرة في قدرتهم على النجاح، وهم واثقون من أنهم اختاروا المسار الوظيفي الصحيح. قد تفسر المستويات العالية من التفاؤل لدى رواد الأعمال سبب فشل بعض رواد الأعمال الأكثر نجاحاً في الأعمال التجارية، غالباً أكثر من مرة قبل أن ينجحوا في النهاية. فإذا أصحاب المشاريع بدهم يكون في عندهم ثقة بمشاريعهم، وطبعاً بدها تكون هذه المشاريع مثل ما قلنا عندهم خطة قابلة للتطبيق، لحتى يقدروا أنه يكون في عندهم ثقة إنه هذا المشروع رح ينجح، مش تكون ثقة وهمية أو ثقة مبالغ فيها أو ثقة مثالية يعني إذا بدنا نقول، ولكن ثقة مبنية على قدرتهم الإدارية، ثقة على إنه هن بنوا مشروع جيد متميز ومبتكر، والعملاء رح يكونوا عم يقبلوا على شراء هذا المنتج إلى آخره. فبدهم يكون عندهم ثقة مبنية على جميع عوامل النجاح، وبالتالي يقدروا يجذبوا النجاح باتجاههم وينجحوا بنهاية المطاف بالمشروع يلي هن عم بيقدموه إلى السوق. أيضا بدهم يكون في عندهم العزم أو العزيمة. يطلق بعض الناس على هذه الخاصية العزيمة، وهي القدرة على التركيز باهتمام على تحقيق هدف فريد طويل الأجل. رواد الأعمال لما بدهم يطلعوا بفكرة، مش هن رح يطلعوا بالفكرة اليوم بكرة رح يكونوا عم يطبقوها والمشروع بلش صار موجود بالسوق. ابتكار منتج أو خدمة جديدة وإطلاق مشروع من الصفر هو طريق جدا طويل، بياخد يمكن لبعض الناس فترة أكثر من الآخرين، ولكن هو مشروع وطريق طويل. فإذا بده يكون عندهم هؤلاء الأشخاص العزيمة والإصرار لحتى يقدروا يوصلوا لإطلاق هذا المشروع. إذا كان، وطبعا في شيء كتير مهم، أنه يكونوا هن بيحبوا هذا الشيء اللي هن عم يعملوه والمشروع اللي عم يطلقوه، لحتى كمان يكون عندهم هذا الإصرار أنه هن بدهم يكفوا فيه للآخر لإنجاحه وإطلاقه بالسوق. ولكن إذا ما كان في عندهم العزيمة والإصرار، بأي محل ممكن أنه يوقعوا ويوقفوا هذا المشروع من أساسه، ما يكفوا فيه ويطلقوه إلى فإذا رواد الأعمال بدهم يكون في عندهم العزيمة والإصرار، لأنه عملية ابتكار إنتاج منتج أو خدمة وإطلاق مشروع من الصفر هي عملية جدا طويلة مرهقة في بعض الأحيان، ولكن بدهم يكون في عندهم العزيمة لتكملة هذا المشروع على أكمل وجه ممكن وإطلاقه وإنجاحه، مش بس إطلاق هذا المشروع فقط، ولكن إطلاقه ومتابعته وإنجاحه وصوله إلى النجاح اللي هن بدهم إياه وبيستحقوا هذا المشروع. تشير الدراسات إلى أن العزيمة هي مؤشر موثوق للإنجاز والنجاح. فإذا إذا عندنا نحن العزيمة بنوصل للإنجاز هذا المشروع ونوصل للنجاح، ولكن إذا ما في عندنا عزيمة وما في عندنا إصرار ممكن إنه نوقف كل شيء ويبطل بدنا نكفي بهذا المشروع بخطوات بأول خطوات هذا المشروع. أيضا الرغبة في الحصول على تعليقات فورية. يستمتع رواد الأعمال بالتحدي المتمثل في إدارة الأعمال التجارية، ويحبون أن يعرفوا كيف يفعلون ويبحثون باستمرار عن ردود الفعل. تدفعهم التعليقات التي يتلقونها من أعمالهم إلى وضع معايير أداء أعلى لشركاتهم وأنفسهم. فإذا رواد الأعمال مثل أي شخص آخر بيحبوا أن يسمعوا التعليقات وبيحبوا يعرفوا كيف هذا المشروع عم يمشي، وبالنسبة للآخرين شو هي ردود الفعل حول هذا المشروع وحول هذا المنتج والخدمة إلى آخره. وأيضا التعليقات يلي بدها تكون إيجابية كمان أو النقد البناء لهذه المشاريع يلي أطلقوها رح تقدر تساعد رواد الأعمال من تحسين أعمالهم ومن تقديم أداء أفضل للشركة ولأنفسهم بالذات. أيضا في عندنا مستوى عالٍ من الطاقة. أصحاب المشاريع أكثر نشاطا من الشخص العادي، قد تكون هذه الطاقة عاملا حاسما بالنظر إلى الجهد المذهل المطلوب لإطلاق شركة ناشئة. فإذا مثل ما قلنا أنه إطلاق
مشروع بده جهد جدا كبير، بده وقت كتير، وبده عزيمة وإصرار. فإطلاق المشروع بده وقت طويل وبده طريق طويل، فبالتالي بدهم يكون في عندهم مستوى عال من الطاقة لحتى يقدروا يشتغلوا لأوقات طويلة، ساعات طويلة، لحتى يقدروا كمان يشتغلوا وظائف متعددة بأول إنشاء هذا المشروع لحتى يقدروا بالنجاح. الساعات الطويلة والعمل الجاد هما القاعدة وليس الاستثناء عند رواد الأعمال. وفقا لمسح حديث أجراه بنك أوف أمريكا، يعمل 72% من أصحاب الأعمال الصغيرة أكثر من 40 ساعة في الأسبوع. فإذا ريادة الأعمال تحتاج لمستوى عال من الطاقة. التوجه المستقبلي، يتمتع رواد الأعمال بإحساس محدد جيدا بالبحث عن الفرص، فهم يتطلعون إلى الأمام وهم أقل اهتماما بما فعلوه بالأمس مما قد يفعلونه غدا. غير راضين عن الجلوس والاستمتاع بنجاحهم، يظل رواد الأعمال الحقيقيون يركزون على المستقبل. فإذا رواد الأعمال عندهم توجه للمستقبل، أشخاص دائما عم يتطلعوا شو في عنا بعدين، شو في عنا فكرة جديدة ممكن نطرحها، شو في عنا فرصة جديدة ممكن إنه ناخدها بالسوق، ونحن نكون أوائل الأشخاص يلي عم بيقدموا هذه عم ياخذوا هذه الفرصة وعم بيقدموا هذا المنتج أو الخدمة بالسوق إلى آخره. فهم دائما يتطلعون إلى المستقبل، إلى الفرص الجديدة، إلى الابتكارات الجديدة. يرى رواد الأعمال إمكانات حيث يرى معظم الناس مشاكل فقط أو لا شيء على الإطلاق. فإذا رواد الأعمال لأنه هن متوجهين إلى المستقبل، لأنه هن أشخاص دائما عم بيكونوا عم بفتشوا على فرص، فهن بيجدوا أو بيلاقوا الفرص بوقت وبمحلات أشخاص تاني ما بتكون عم بتشوفها، لأنه هن أشخاص عم بفتشوا على هذه الفرص، وهي خاصية غالبا ما تجعلهم هدفا للسخرية حتى تصبح أفكارهم نجاحا كبيرا. لأنه مثل ما قلنا أنه هن كل شخص بيطلع من منظار مختلف ومن جهة مختلفة، لما هن بيكونوا كتير عم بفتشوا دايما على الفرص الجديدة والابتكارات الجديدة، بيلاقوا فرص بحيث بمكانات أشخاص تاني ما بتلاقيها. فهيدي الأشخاص التانية اللي هي عم تكون عم تطلع من منظار جدا مختلف عن منظار رائد الأعمال، رح تكون عم تسخر من رائد الأعمال إنه شو هالفرصة اللي أنت شفتها ومن وين طلعت فيها، ولكن بالآخر تنقلب هذه السخرية، لأنه رح يفرجي رائد الأعمال إنه لقى الفرصة بمحل ما لقى أي شخص آخر، ولكن قدر إنه ينجح ويطلق يمكن مشروع، يمكن منتج إلى آخره. في حين أن المديرين التقليديين مهتمون بإدارة الموارد المتاحة، فإن منظمي المشاريع أو رواد الأعمال يهتمون أكثر باكتشاف الفرص والاستفادة منها. فإذا المدراء العاديين بيكونوا عادة عم يهتموا بالموارد اللي هي موجودة هلأ بإيديهم، كيف بدهم يقدروا يشتغلوا فيها ويكبروها، ولكن منظمي المشاريع أو رواد الأعمال دايماً عم يطلعوا على الفرص الجديدة ويقدروا أنهم يستفيدوا من هذه الفرص قبل أي أحد آخر. رواد أعمال الفرص، رواد أعمال الضرورة، رواد أعمال سلسلة من المشاريع الناجحة. فإذا في عنا هيدي الثلاث إذا بدنا نقول تصنيفات لرواد الأعمال. أولاً رواد أعمال الفرص، رواد الأعمال الذين يبدأون أعمالهم لأنهم يكتشفون فرصة في السوق. أما رواد أعمال الضرورة هم أصحاب المشاريع الذين يبدأون أعمالاً تجارية لأنهم لا يجدون عملاً بأي طريقة أخرى. فإذا رواد أعمال الفرص هن أشخاص لقوا فرصة بالسوق، استفادوا من هذه الفرصة وأطلقوا مشروع أو منتج إلى آخره، يعني استغلوا هذه الفرصة إلى الآخر واستفادوا منها. أما رواد أعمال الضرورة هن الأشخاص يلي ما عندهم عمل بطريقة أخرى، ما عم بيلاقوا عمل بطريقة أخرى، والطريقة الوحيدة لأنه هن يكونوا عم يشتغلوا فيها هي إنه يبدأوا مشروع وعمل تجاري، لأنه ما عم بيلاقوا شغل بأي طريقة أخرى. أما رواد أعمال سلسلة من المشاريع الناجحة هم رواد الأعمال الذين يبدأون أعمالهم بشكل متكرر ويطورونها إلى حجم مستدام قبل الخروج مرة أخرى. رواد أعمال سلسلة من المشاريع الناجحة هن الأشخاص اللي يا بيستغلوا فرصة يا
بيطلعوا بفكرة، ببلشوا هذا المشروع، بيبدأوا بهذا العمل، بينجحوا بهذا العمل، بيوصلوا لمحل معين من النجاح، ولكن بيرجعوا بيظهروا من هذا العمل وبيرجعوا ببلشوا بعمل آخر وبمشروع جديد، بيوصلوا لنجاح معين ولحجم معين من هذا المشروع، بيظهروا من هذا المشروع وهيك بيضلوا عم بيتنقلوا من مشروع إلى آخر. مهارة في التنظيم. رواد الأعمال يعرفون كيفية تجميع الأشخاص المناسبين معا لإنجاز مهمة ما، ويمكن الجمع بين الأفراد والوظائف أصحاب المشاريع من تحويل رؤاهم إلى واقع ملموس. فإذا رواد الأعمال كمان عندهم مهارة في تنظيم أعمالهم، وأيضا تنظيم الأشخاص اللي بيكونوا عم يشتغلوا مع رواد الأعمال، بحطوهم بالجروبس أو بالمجموعات المناسبة. فساعتها لما بيكونوا هؤلاء الأشخاص موجودين بالمجموعات المناسبة، بيقدروا أنهم يطوروا من أفكار بعض، وبالتالي بيقدروا يوصلوا هذا رائد الأعمال، بيقدروا يوصلوا المشروع إلى النجاح، وبيقدروا يحولوا رؤية رائد الأعمال هذا إلى واقع ملموس وإلى مشروع حقيقي ملموس. فريادة الأعمال الجيدة هي في التنفيذ، مش بس أن يكون في عنا رؤية فقط أو فكرة فقط، ولكن ريادة الأعمال الجيدة هي في تنفيذ هذه الفكرة وتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس. قيمة الإنجاز على العمل. أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً عن رواد الأعمال هم أنهم مدفعون بالكامل بالرغبة في كسب المال. فإذا كثير من الأشخاص بس بتفكر أنه رائد الأعمال فقط بده بس أنه يربح مال، لكن على العكس من ذلك، فيبدو أن الإنجاز هو القوة المحفزة الرئيسية لأصحاب المشاريع. هو ببساطة وسيلة للحفاظ على درجة الإنجازات، رمز الإنجاز. فإذا هم أشخاص يتطلعون إلى الإنجازات ويتطلعون إلى النجاحات، مش بس إلى كسب المال. نوصل لعند فوائد وإيجابيات ريادة الأعمال. فرصة لخلق المصير الخاص، فمن فوائد ريادة الأعمال هي فرصة لخلق المصير الخاص، فرصة لإحداث الفرق، فرصة للوصول إلى الإمكانات الكاملة، فرصة لجني الأرباح الرائعة، فرصة للمساهمة في المجتمع والاعتراف بجهود رواد الأعمال، وفرصة للقيام بما تحب والاستمتاع به. فإذا كرائد أعمال، فوائد وإيجابيات ريادة الأعمال: أولا، فرصة لخلق المصير الخاص بي. أنا كرائد أعمال بكون أنا عم أرسم، إذا بدنا نقول، الحياة المهنية يلي أنا بدي إياها ويلي هي لألي، فبالتالي فرصة لخلق المصير الخاص بي، فرصة لإحداث فرق. بالتالي لما أنا بكون مدير هذا المشروع وأنا رائد الأعمال اللي عم بطلع بالمشاريع الجديدة وبالمنتجات والخدمات الجديدة، فأنا عم بكون عم بحدث فرق بالمجتمع يلي أنا موجود فيه. أيضا فرصة للوصول إلى الإمكانات الكاملة. لما بيكون الشخص موجود عم يشتغل كموظف بشركة، بيكون إمكاناته والإمكانات الإنتاجية اللي هو عم يعطيها هي محدودة بموقعه بهذه الشركة وبالسلطة اللي هو عنده إياها واللي بتكون محددة. بينما لما أنا بكون كرائد أعمال صاحب مشروع، أنا بكون عم بقدر حقق وأوصل للإمكانات الكاملة يلي أنا عندي إياها ويلي أنا حابب أن أوصل لها وأحققها. أيضا فرصة لجني أرباح رائعة. طبعا كمان رواد الأعمال الذين يتميزون بالعزيمة والإصرار والجهد، واللي هن بيكونوا أشخاص جدا عم يعطوا كتير من طاقتهم ومن وقتهم لأعمالهم ومشاريعهم، بالتالي طبعا رح تنجح مشاريعهم ورح يقدروا أنهم يجنوا أرباح جيدة. فرصة للمساهمة في المجتمع والاعتراف بالجهود، كمان لما بيكون نحن عندنا مشروعنا الخاص عم نكون عم نقدر نساهم بالمجتمع، وأيضا كمان فينا نساهم بالمجتمع من خلال الأعمال الخيرية اللي ممكن نحن نطلقها من مشاريعنا، أو نسبة من الأرباح نعطيها لجمعيات بتهمنا إلى آخره، وبالتالي عم بيتم الاعتراف بجهودنا كمان تجاه هذا المجتمع كأشخاص، وأيضا فرصة للقيام بما نحب به والاستمتاع به.
كمان ريادة العمل هي فرصة لهؤلاء الأشخاص أنهم يبلشوا بالعمل اللي هن بيحبوه، بالعمل اللي هن رح يكونوا مبسوطين بالعمل به ويكونوا عم يستمتعوا فيه لأقصى حد. أما العيوب المحتملة أو السلبيات لريادة الأعمال، عدم اليقين بشأن الدخل. فريادة الأعمال لأنه هو صاحب مشروع، وهو ليس فقط شخص موجود بشركة عم يتقاضى دخله كل آخر شهر دخل ثابت، ولكن بريادة الأعمال كصاحب مشروع في عنا شهر ممكن يفوت فيه دخل أكثر من شهر آخر، فإذا الدخل هو ليس ثابت وفي عنا حالة من عدم اليقين حول هذا الدخل. خطر فقدان الاستثمار بالكامل، طبعا كمان في عنا هذا الخطر موجود انه نخسر الاستثمار اللي نحن حطيناه. ساعات طويلة وعمل شاق، مثل ما قلنا ريادة الأعمال بحاجة لعمل شاق، بحاجة لجهد كبير ولساعات طويلة من العمل لحتى نقدر نوصل لإنجاح هذا المشروع. مستويات عالية من التوتر لأنه نحن عم نتحمل المسؤولية بالكامل، فإذا بيكون عندنا مستويات عالية من التوتر لأنه نحن عم نتحمل المسؤولية. هذا الاستثمار بخصنا نحن، بخص أموالنا نحن، وبخص مستقبلنا نحن. المسؤولية الكاملة مثل ما قلنا هي شيء كتير حلو إنه يكون نحن عندنا هيدي المسؤولية، ولكن أيضا المسؤولية الكاملة بتكون متعبة على الشخص، فبده يكون الشخص قد هيدي المسؤولية اللي بده يفوت عليها. وأيضا الإحباط أو تثبيط العزيمة، لما نحن ما ننجح من أول مرة رح بيصير في عندنا طبعا حالة من الإحباط، ولكن رح نشوف هلأ كيف إنه رواد الأعمال بده دايما يكون عندهم تفكير بانه الفشل من اول مره مش يعني الفشل التام، ولكن نحن بنضلنا بنجرب لانجاح المشروع، وانجاح مشروع نحن عبالنا انه نقوم به باداره الاعمال او برياده الاعمال. فاذا هون رح نكون عم نحكي هلا عن الفشل، وضع الفشل في منظوره الصحيح. نظرا لأن رواد الأعمال يبنون أعمالهم التجارية في بيئة مليئة بعدم اليقين ويشكلها التغير السريع، فإن أصحاب المشاريع يدركون أن الفشل من المرجح أن يكون جزءا من حياتهم، ولكنهم لا تشل جهودهم بسبب هذا الخوف. فإذا مثل ما حكينا أول شيء أنه رائد الأعمال هو الشخص يلي بيطلق مشروع جديد بظل عدم اليقين. عدم اليقين هو بيكون عم بحاوط هذا المشروع، ولكن الفشل بالمشروع رائد الأعمال أو صاحب المشروع بده يكون عنده منظور صحيح لهذا الفشل، يعني بده يكون تفكيره صحيح تجاه هذا الفشل، أن الفشل هو جزءا من الحياة وجزءا من إطلاق هذا المشروع. ممكن هذا المشروع يفشل، ممكن أنه ينجح، نحن بنكون عملنا الدراسات المطلوبة ودرسنا المخاطر وحسبنا هذه المخاطر، ولكن فتنا بهذا المشروع. إذا فشل هذا المشروع هذه ما بتكون آخر الدنيا، ولهيك نحن عم نقول أنه لا تشل جهودهم بسبب هذا الخوف. يعني ما بدنا انه الفشل انه يكون هو عم بيشل جهودنا وعم بيشل عملية اطلاق هذا المشروع، ولكن الفشل هو موجود ممكن انه يحصل، ولكن ما بتكون هي نهاية الدنيا. فبالتالي نحن بدنا نكون عم نطلع على الفشل كفرصة للتعلم، يعني عم نطلع منه من المنظار الصحيح. ويستخدم رواد الأعمال هذه الإخفاقات كوسيلة لإعادة تركيز مشاريعهم التجارية على النجاح، وهم يرون الفشل على حقيقته فرصة للتعلم، لتعلم ما لا يعمل. يعني نحن بناخذ الفشل كفرصة نحن نقدر نتعلم منه ونركز جهودنا أكثر لإنجاح المشروع. لدى رواد الأعمال الناجحين موقف مفاده أن الإخفاقات أو الفشل هي ببساطة نقاط انطلاق على طريق النجاح. قديش حلو انه يكون عندهم رواد الاعمال هيدا التفكير، وقديش حلو يكون هذا التفكير موجود عن جميع الاشخاص. الفشل هو جزء طبيعي من العمليه الابداعيه. الفشل هو جزء لا مفر منه من كونك رائد اعمال، ولا يستقيل رواد الاعمال الحقيقيون عندما يفشلون. فيتطلب نجاح رياده الاعمال المثابره، المرونه، الابداع، الابتكار، والقدره على الفشل بذكاء. يعني الفشل بذكاء، يعني نحن نتعلم من الفشل، ومثل ما قلنا تكون هي نقاط انطلاق على طريق النجاح، مش انه اذا فشلنا خلص انهار هذا المشروع ونحن بطلنا رواد اعمال ناجحين. على العكس، الفشل هو موجود
ممكن أنه يحصل، وبالتالي هو نقطة تعلم ونقطة انطلاق لأصحاب المشاريع. فإذا كيفية تجنب هذه المظالم؟ معرفة العمل بعمق، بناء نموذج عمل قابل للتطبيق واختباره واللي نحن ركزنا عليها قبل، وضع خطة عمل متينة، فهم البيانات المالية، إدارة الموارد المالية، تعلم كيفية إدارة الناس بفعالية، ميز عملك عن المنافسين، والحفاظ على موقف إيجابي. رح نفوت هلأ ونحكي عن كل نقطة لحالها. أولاً، معرفة عملك بعمق. البحث هو المفتاح. مفتاح النجاح وتجنب الانزلاقات أو الفشل هو أنه نحن نكون نعرف الصناعة ومنعرف السوق ومنعرف العمل اللي نحن هلأ والمشروع اللي نطلقه بعمق. احصل على أفضل تعليم في مجال عملك قبل أن تنطلق بمفردك. كن طالبا جادا في صناعتك. الاتصال الشخصي مع الموردين، العملاء، الجمعيات التجارية وغيرهم في نفس الصناعة هي طريقة ممتازة أخرى للحصول على هذه المعرفة. فينضم رواد الأعمال الأذكياء إلى الاتحادات التجارية الصناعية، يحضرون المعارض التجارية لالتقاط المعلومات الضعيفة، إجراء اتصالات رئيسية قبل أن يفتحوا أبوابهم للأعمال. فإذا بدهم يعرفوا كل الأمور اللي تحيط بأعمالهم وبصناعاتهم، ويعرفوا كل التفاصيل اللي هن بحاجة لها لحتى يقدروا يطلقوا مشاريعهم بنجاح، ويعرفوا كيف هذه الصناعة، كيف اقتصادها، كيف قائمة هذه الصناعة، من هم الموردين الموجودين في هذه الصناعة أو في هذه الأعمال، من هم العملاء، من هم المنافسين إلى آخره. بده يكون في عنا معرفة جدا عميقة لنعرف نحن على أي سوق فايتين، على أي صناعة فايتين، لحتى نقدر أنه يكون عندنا استراتيجية صحيحة لدخول هذا السوق ولدخول هذه الصناعة، واستراتيجية تقدر توصلنا لنجاح مشاريعنا مش تكون سبب لفشله. بناء نموذج عمل قابل للتطبيق واختباره. قبل بدء مشروع تجاري، ينبغي لرائد الأعمال أن يحدد نموذج العمل الذي يعتزم بناء شركة عليه وأن يختبره، ويفضل أن يكون ذلك مع العملاء الفعليين والعملاء المحتملين للتحقق من إمكانيات نجاحه. يتطلب إنشاء نموذج أعمال ناجح من رواد الأعمال، تحديد جميع المكونات الحيوية للنموذج، بما في ذلك الموارد، الشركاء، الأنشطة التي يجب عليهم تجميعها، وقطاعات العملاء التي يستهدفونها، والقنوات التي سيستخدمونها للوصول إلى هؤلاء العملاء، وعرض القيمة التي يقدمونها للعملاء، ومصادر الإيرادات، والتكاليف صاحبة التي سيتحملونها. فإذا علينا بناء نموذج عمل قابل للتطبيق، يعني بيكون في عندنا نموذج عمل واستراتيجية نحن قادرين نمشي فيها لتطبيق مشاريعنا ولإنجاز مشاريعنا بشكل صحيح، وطبعا نختبر هذه النماذج لحتى نشوف شو هي الأنسب لنا ونقدر أنه نطلق مشروعنا فيها. أنسب لنا طبعا، وكمان أنسب للسوق اللي نحن فايتين عليه. أيضا وضع خطة عمل متينة. إذا اجتاز نموذج أعمال صاحب المشروع اختبار الجدوى، فإذا بعد ما نحن اخترنا النموذج الصحيح يلي نحن بنقدر نطلق فيه مشروعنا، اختبرنا هذا النموذج ونجح، فإن الخطوة التالية هي إعداد خطة عمل. بدون خطة عمل تنجرف الشركة فقط دون أي اتجاه حقيقي. مثل ما قلنا، نحن بحاجة لاستراتيجية واضحة صحيحة وخطة عمل متينة نقدر إنه نحن نمشي فيها، وتكون هي المسار اللي عم يدلنا على الطريق الصحيح لأعمالنا. لا توفر الخطة طريقا للنجاح فحسب، بل إنها تخلق أيضا معيارا يمكن لرائد الأعمال أن يقيس على أساسه الأداء الفعلي للشركة. مثل ما قلنا قبل إنه الاستراتيجيات أو الخطة الاستراتيجية وخطة العمل المتين هي مسار نحن على أساسه بنكون عم نقيس، إذا زحنا عن هذا المسار بنشوف الأداء الفعلي للشركة، يعني نحن هذا المسار هو الأداء المثالي اللي نحن بدنا إياه للشركة، إذا زحنا عنه بنقدر نشوف قديش الفرق بين الأداء الفعلي والأداء المثالي اللي نحن كنا حاطينه لهذه الشركة. وبناء عمل تجاري ناجح يبدأ بتنفيذ خطة عمل سليمة.
تجبر عملية التخطيط رواد الأعمال على طرح ثم الإجابة على بعض الأسئلة الصعبة والحاسمة حول العملاء المستهدفين، إمكانات السوق، المنافسة، تكاليف الممارسة إلى آخره. فإذا طبعا بهذه الخطة بدنا نكون إحنا عم نجاوب على بعض الأسئلة، يعني هن مين هن هؤلاء العملاء، كيف بدنا نوصل لهؤلاء العملاء، السوق، أسئلة حول السوق وإمكانات السوق اللي نحن هلأ بدنا نتنافس فيه، كيف هي حال هذه المنافسة إلى آخره. أيضا فهم البيانات المالية، مثل ما قلنا أولا أنه على رائد الأعمال بأول خطوات هذا المشروع رح يكون عم يشتغل أكثر من وظيفة، و من هذه الوظائف مثل ما قلت لكم ممكن يكون المحاسب هلا اولا لشركته لحتى يعرف شو الاموال اللي خرجت، شو الاموال اللي فاتت، كيف استثماره عم يمشي بالسوق الى اخره. على رائد الاعمال يكون عنده فهم، على الاقل فهم اساسيات البيانات الماليه لحتى يقدر يعرف كيف الشركه يلي له والمشروع يلي له كيف عم يمشي، كيف حاله اذا هو ناجح ام لا، وطبعا كمان لحتى يقدر يحمي حاله من اي عمليات سرقه او اي عمليات خدع ممكن انه تكون موجوده من احد الموظفين الموجودين عنده. فيجب ان يعتمد كل صاحب عمل على السجلات والبيانات الماليه لمعرفه حاله عمله. لكي يفهم المالك حقا ما يجري في العمل يجب أن يكون لديه على الأقل فهم أساسي للمحاسبة والتمويل، وتعتبر هذه البيانات المالية عند تحليلها وتفسيرها تفسيرا سليما مؤشرات مطلوبة لصحة شركة صغيرة، ويمكن أن تكون مفيدة جدا في الإشارة إلى مشاكل محتملة. أيضا عندنا إدارة الموارد المالية، أفضل دفاع ضد المشاكل المالية هو تطوير نظام معلومات عملي ثم استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات تجارية، ولا يمكن لأي صاحب مشروع أن يحافظ على سيطرته على مشروع تجاري ما لم يكن قادرا على الحكم أو الحكم على صحته أو صحة المشروع المالي. فتتمثل خطوة القبض في إدارة الموارد المالية بفعالية في الحصول على رأس المال كاف لبدء التشغيل. على رائد الأعمال تقدير مقدار رأس المال الذي يحتاجه لبدء العمل ومضاعفة هذا الرقم. فإذا أول مورد مالي بدنا نحن نكون عم نفكر فيه هو رأس المال أو الاستثمار لبدء هذا المشروع. قديش نحن بحاجة لرأس مال لبدء هذا المشروع، بنضاعف هذا الرقم بنحصل عليه لحتى نقدر نبلش بهذا المشروع. وأهم مورد مالي لأي مشروع تجاري صغير هو النقد. على الرغم من أن كسب الربح ضروري لبقائه على المدى الطويل، يجب أن يكون لدى الشركة إمدادات نقدية كافية لدفع فواتيرها. فكمان النقد هو جدا مهم للمشاريع الصغيرة، لأنه بالنهاية المال النقدي الموجود بالشركة هو اللي بخلي الشركة تكفي بأعمالها اليومية وبفواتيرها اليومية وبالمعاملات اليومية اللي بحاجة إلى دفع وقبض الأموال إلى آخره. تعلم كيفية إدارة الناس بفعالية كمان هي إحدى أهم النقاط لتجنب المخاطر وتجنب الفشل. بغض النظر عن نوع العمل الذي ستطلقه، يجب أن تتعلم إدارة الأشخاص. كل عمل يعتمد على أساس من الموظفين المدربين تدريبا جيدا والمتحمسين. أي مشروع لنجاح هذا المشروع أو نجاح هذه الشركة أو على العمل، نحن بحاجة ل موظفين كفؤين مدربين تدريب جدا جيد للقيام بعملهم على أكمل وجه، وبحاجة لمجتمع داخل هذه الشركة أو داخل هذا المشروع، مجتمع إيجابي لحتى يقدروا هؤلاء الموظفين يعطوا أحسن ما عندهم من إمكانيات وإنتاجية. فلا يمكن لأي صاحب عمل أن يفعل كل شيء بمفرده، فيحدد الأشخاص الذين يستأجرهم رائد الأعمال في النهاية المرتفعات التي يمكن للشركة أن تصعد إليها أو الأعماق التي يمكن أن تغرق فيها. فبالتالي قلنا نحن أنه رائد الأعمال بأول خطوات المشروع رح يكون عم يشتغل أكثر من وظيفة، ولكن ما بيقدر يكمل بهذه الطريقة، فلكل وظيفة بده يكون عند الشخص المناسب بمكانه المناسب. وعلى رائد الأعمال إدارة هؤلاء الناس بفعالية، اختيار الأشخاص الأصح بهدول الوظائف لحتى يقدروا انه يرفعوا الشركه ويبنوا وينموا مع هذه الشركه، مش يخسروا هذه الشركه او يوصلوها للفشل.
ففي النهاية موردك المستدام الأكثر هيمنة هو جودة الأشخاص الذين لديك. نوصل لعند ميز عملك عن المنافسين. دايما أي شركة بتكون هي أحسن لها وهدفها كمان إنه تكون عم تميز عملها، تميز منتجها وخدمتها عن المنافسين لحتى هي تكون مميزة بهذا السوق بنظر العملاء. فبالتالي إذا نحن عم نحكي عن رائد أعمال عنده مشروع جديد عم يطلقه بالسوق، فهو مشروع جديد وعمل جديد عم نطلقه بالسوق وعم نقدمه لهذا السوق، بده يكون هذا العمل مميز لحتى يقدر يجذب العملاء، وبالتالي لحتى نقدر كمان ننجح بالسوق، لحتى نقدر نطلع أرباح بدنا نكون عم نجذب العملاء، ولنجذب العملاء بده يكون عملنا نحن مميز عن الموجود بالسوق، مش يكون جدا مشابه للسوق، يعني ما يكون عم بيقدم شيء إضافي. فيجد أصحاب المشاريع الأكثر نجاحا طريقة لإقناع عملاء بأن شركاتهم تتفوق على المنافسة حتى وإن كانوا يبيعون منتجات أو خدمات مماثلة. فإذا حتى لو نحن عم نفوت على هذه المنافسة بس عم نبيع خدمات أو منتجات مماثلة للمنتجات التي يقدمها المنافسون، بدنا نلاقي خاصية مميزة أو بدنا نلاقي شيء نقدر نميز فيه منتجنا عن الآخرين لنعرف كيف بدنا نقدمه على السوق ونعرف كيف بدنا نجذب العملاء. فمن الناحية المثالية يتم تأسيس الأساس لاختلاف الشركة عن منافسيها فيما تفعله بشكل أفضل. فبالنسبة للشركات الصغيرة غالبا ما يكون هذا الأساس هو خدمة العملاء أو الراحة أو السرعة أو الجودة أو أي شيء آخر مهم لجذب العملاء الراضين والحفاظ عليهم. فكمان في عنا جانب أساسي نقدر إنه نميز عملنا فيه خاصة كشركات صغيرة لحتى نقدر إنه نجذب العملاء لعنا عدا عن الشركات الكبيرة، هي خدمة العملاء. قديش فينا نحن نكون قراب للعملاء، نكون تكون خدمة العملاء اللي نحن بنقدمها مميزة وتكون أحسن من الخدمة التي يقدمها المنافسون، تكون خدمة سريعة ذات جودة جدا عالية. بهذه الطريقة بنكون نحن عم نقدر نميز خدمتنا أو منتجنا، وبالتالي عم نميز عملنا عن المنافسة. وأخيرا نوصل لعند نقطة الحفاظ على موقف إيجابي. يتطلب تحقيق نجاح الأعمال أن يحافظ رجل الأعمال على موقف عقلي إيجابي تجاه الأعمال والانضباط للالتزام به. ويدرك أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الناجحون أن أكثر مواردهم قيمة هو وقتهم، ويتعلمون إدارته بفعالية لجعل أنفسهم وشركاتهم أكثر إنتاجية. فيتطلب تنمية الأعمال التجارية الناجحة أن يكون لدى رواد الأعمال إيمان كبير بأنفسهم وأفكارهم وشك كبير في مواجهة التحديات والمنفعات الحتمية التي سيواجهونها أثناء بدء أعمال وبناء أعمال، وجهود كبيرة الكثير من العمل الشاق لجعل أحلامهم حقيقة واقعية. فهيك نحن بنكون وصلنا لنهاية كورس ريادة الأعمال، وطبعا نلتقي بكورس جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.